Resulting forces are unbalanced and give rise to surface tension. The unbalanced attraction force between the molecules create a membrane-like surface with a measurable tension. بتأثيرات قوى الجزيئات بين السطح الفاصل بين مائعين، يعني حاجز رقيق أو غشاء رقيق أو غطاء رقيق membrane like a surface with a measurable tension. إذا ينشأ هذا الحاجز الفاصل بين مائعين ونقدر نقيس الشد مالته. خلينا نشوف هذا الشكل متأكد. 2 4 أو 4 2. أتوقع فقدنا الصورة، مو مشكلة. فهذا هو السيرفس تنشن، يعني السيرفس تنشن هو القوة اللي تنشأ بين سطح فاصل بين هواء وماء أو بين هواء وسائل آخر. هذه القوة تنشأ نتيجة للقوة اللي تطلقها أو القوة اللي موجودة في جزيئات أو في مكونات المائع تحت الدراسة. فمثلا أنا عندي نفط وأعلى من النفط غاز، هذا بالمكمن، اكو حد فاصل بيناتهم. على امتداد هذا الحد الفاصل راح ينشئ السيرفس تنشن. وكذلك انا عندي ماء واعلى من عنده نفط واكو حد فاصل بيناتهم. على امتداد هذا الحد الفاصل راح يصير عندي انترفيشال تنشن. شنو منشأ هذا الانترفيشال تنشن؟ منشأ هذا الانترفيشال تنشن هو اختلاف في قوة التجاذب ضمن مائعين مو مائع واحد، لأن ضمن المائع الواحد راح تكون جزء تأثير الجزيئة واحدة من عنده، تأثير الجزيئة بالمكون الكيميائي نحكي، جزيئة بالمكون الكيميائي نحكي، تأثير الجزيئة من المائع نفسه على تأثير جزيئة أخرى من المائع نفسه أيضا راح يكون صفر. مثلا تأثير جزيئة النفط على جزيئة نفط أخرى مثلا C7، تأثيرها على C7 أخرى راح يكون صفر، وتأثير C1 على C1 أخرى راح يكون أيضا صفر. لكن عبر السطح الفاصل بين المائعين راح يكون هناك تأثير متبادل بين من وبين من؟ بين C1 والC7 وبين C7 و C1. ينتج عنا هذا، ينتج عنا عدم اتزان بالقوى، عدم اتزان أو قوى غير متزنة. عدم الاتزان بهذه القوى يتولد من عنده غشاء رقيق اسمه ممبرن. غشاء رقيق اسمه ممبرن على امتداد السطح الفاصل بين السائلين أو المائعين. على هذا الغشاء
إلى قوى محددة ممكن قياسها، نسميها بالسيلف تنشن. السيلف تنشن بمفهومه البسيط هذا هو يعني مفهومه. هسه يعني يجي طالب من الطلاب يسأل يقول هذا شو تأثيره؟ يعني عمليا بالمقمد شنو تأثيره؟ من هذا السيرفس تنشن أو الانترفيشال تنشن من عنده ينشأ الكابيلاري فورسز، من عنده ينشأ أو تنشأ الكابيلاري فورسز. الكابيلاري فورسز اللي إلها تأثيرات أو إلها مجريات ب الاس او ار ريزيدوال اويل ساتوريشن و الاس دبليو سي اللي هو الكونيت ووتر ساتوريشن. هذه تأثيرات اللي يشعر بها السيرفس تنشن تكون واضحة في أجزاء المكان المسامية والمسامية قليلة جدا، والجزء المتصل من المسامية يتصرف وأنه وكأنه كابيلر تيوب وكأنه أنبوب شعيري. هذا الأنبوب الشعيري تنشأ به ما يعرف بالتشبعات الحديثة، ما يعرف بالتشبعات الحديثة كتشبع الأسرع والتشبع الـSWC وحتى الـSGC اللي هو Critical Gas Saturation. لكن قلنا الـ Critical Gas Saturation غالبا ما تكون تأثيراته ضعيفة بحكم أن الغاز يتحرك حتى بالنفاذيات القليلة، حتى بالنفاذيات القليلة فالغاز يتحرك، فتأثير السيرفس تنشن موجود لكن قليل. الآن إذا تلاحظ الرسم اللي أمامك، هذا الرسم اللي أمامك للأسفل أويل، بالأسفل هنا أنا أويل، هنا أنا بهذا الجزء هذا هواء فراغ، هواء على امتداد هذا السطح الفاصل ينشأ السيرفس تنشن، على امتداد هذا السطح ينشأ السيرفس تنشن. لاحظ هنا تأثير كأنما تأثير القوى التجاذب بين جزيئات النفط نفسه بتكون متساوية على من أربع اتجاهات متوازنة. هنا internal molecules pulled in all direction، يعني الجزيئات الداخلية مالت النفط هي من القوى المؤثرة عليها متساوية من جميع الاتجاهات، متعرضة للسحب من جميع الاتجاهات فمتساوية. شوف هنا المولكيولز surface molecules pulled toward liquid cases tension and surface. هنا الجزيئات مال الهواء أو الغاز وكأنما مسحوبة للأسفل بتأثير surface tension. لاحظ هاي الأسهم للأسفل. هنا ينشأ عندي يقول منسكس، منسكس يعني هيك السائل يكون منحني هنا بنقطة التماس بين السوليد والليكويد والغاز، منسكس يعني انحناء، هذا انحناء. زين surface tension as a matter surface tension as a matter surface tension as a matter of act if curve if
carefully placed, a needle will float. Will float on the surface of the liquid, supported by a thin membrane, even though it is considerably more dense than liquid. إيش يقصد هنا؟ يقول إذا جبنا أبرة، هاي الأبرة مال خياطة، وخليناها على السطح الفاصل بين المائع والغاز، الأبرة بهاي الحالة راح تطفو بسبب الغشاء اللي نشأ نتيجة للسيرفس تنشن بين الهواء و النفط، أو بين الغاز و النفط. The surface or interfacial tension has units of force per unit of length. يعني داين على سنتيمتر. And usually denoted by the simple sigma. إذا أنا عندي وحدات السيرفس تنشن أو الانترفيشال تنشن هي قوة على مسافة داين على سنتيمتر، وعادة نرمزها بالرمز سيجما. If a glass capillary tube is placed in a large open vessel containing water, the combination of surface tension and wettability of a tube to water will cause a water to rise in the tube above water level in the container outside the tube. Then, إذا خلينا كابيلاري تيوب زجاجي، انبوب شعيري زجاجي بالماء، حوض بماء، فتأثيرات الويتابوليتي والسيرفس تنشن راح تخلي الماء يرتفع بهذا الكابيلاري تيوب. الارتفاع مال الماء بالكابلري تيوب راح يصير فوق مستوى الماء، فوق مستوى الماء بالحوض. راح نشوف الشكل هذا اللي امامكم. خلي اصغره. هذا هو كابلري تيوب، هذا اللي بالنص كابلري تيوب، وهذا حوض بماء، يعني بما إلى هذا الحد الفاصل، هذا الحد، وغطسنا الكابلر تيوب داخل هذا الحوض، غطس داخل هذا الحوض، فتأثيرات السيرفس تنشن والويتابوليتي راح تخلي هذا الماء يرتفع بالكابلر تيوب إلى مسافة محددة، إلى أن يصير بالانس بالفرص، بالانس بالقوى، ويتوقف الارتفاع. نرجع على الليترشار. The water will raise in a tube until the total force acting to pull liquid water upward is balanced by weight of the column of liquid being supported in the tube. إذن يبقى الماء يرتفع إلى أن يصير اتزان بين القوى المؤثرة عليه.
على مستوى التماس بين المائعين المختلفين الماء والهواء. هسه نجي للجزء الأخير من هذه المحاضرة اليوم. Assuming the radius of capillary tube is R, يعني القطر مالته R, the total upward force هو force up which holds the liquid up. إذا راح أرمز أكو قوة عندي تخلي الماء يصعد لي أعلى راح أسميها force up, F dab F up, F up هذا رمز, is equal to force per unit length of surface times the total length of surface. يعني هذه الفورس الاب شو تمثل؟ اللي ترفع لي المساعة للأعلى المي ترفع لي الأعلى بالكابلر تساوي 2 باي ار اللي هو محيط الدائرة. هذا 2 باي ار محيط الدائرة اللي هو يكون مال كابلر تيوب محيط دائرة التيوب. سيجما غاز ووتر السيارة تستنشي المؤثر على الحد الفاصل بين الغاز والماء أو بين الهواء والماء. كوساين ثيتا هو زاوية التماس, زاوية التماس اللي حكينا عنها في المحاضرة السابقة واللي بعد الفيديو ما نازل مالك. زين where sigma gas water surface tension between air gas or water أو oil حسب يعني وحداتها دائما بالسنتيمتر. ثيتا هي contact angle والار هو الراديوس. زين the upward force is countered by the weight of the water. اذا هذه القوة اللي الاعلى شنو اللي عاكسه؟ وزن عمود الماء which is equivalent to a downward force of mass times acceleration. هذا وزن الماء شو يساوي؟ الأول مثل downward force يعني F down المل للكتلة في التعجيل. هذا كله وين موجود؟ كله موجود بالكابلر تيوب. فالفورس داون شو تساوي؟ هذه مساحة الدائرة باي R تربيع في الاتش ارتفاع الماء داخل الكابلر تيوب الاتش ارتفاع الماء أو السائل داخل الكابلر تيوب تصير مساحة في الطول يطلع حجم في الكثافة يطلع وزن. إذا هذا هو الوزن هذا جاي هنا ماس في الأكسلريشن هذا حصلت عن الوزن باي آر تربيع اتش رو. بس هنا الروش تعني رو ووتر ناقص رو هواء في التعجيل الأرضي جي. زين لاحظوا يعني خلينا نفسر هاي المعادلة من يعني كونه ال H هو height to which the liquid is held لأن هو ارتفاع الماء داخل كابلر تيوب. طول ايش قد الماء في ايش يقاس سنتيمتر. G acceleration due to gravity سنتيمتر على سكند تربيع. رو ووتر density of water جرام على سنتيمتر مكعب. رو اير هو density of gas جرام على سنتيمتر مكعب. Because the density of air is negligible in comparison with density of water إذا راح يهمل كثافة الهواء لأن قليلة اهملها. فورس داون شو حصل هاي المعادلة عندي معادلة 20 باي ار سكوير رو ووتر في الجي. زين قلنا احنا يرتفع الماء داخل الكابلر تيوب الى ان يوصل حد شو يصير بي يتوقف يصير اتزان بالقوى. عدم الاتزان سبب له صعود من يصير اتزان بالقوى يتوقف الصعود ويصير عندي فورس اب تساوي فورس داون. Equating equation 19 equation 21 and solving for surface tension gives sigma surface tension بين الغاز والواتر يساوي
R هو الراديوس مال كابيلاري تيوب، H هو الارتفاع مال الماء داخل الكابيلاري، رو ووتر كثافة في الجي على 2 كوساين ثيتا. هسه خلوا بالكم وياي، رو جي اتش ايش تعني؟ رو جي اتش ايش تعني؟ رو كثافة جي اتش شو معناها؟ وياي رو جي اتش ايش تعني؟ درجة الطاقة. very good فقط دا very good الشباب اللي جاوبوني very good. إذا ضغط عافية هذا ضغط على 2 سيجما كوساين ثيتا، قلنا ثيتا هي زاوية التماس، الآر هو الراديوس مال الكابيلاري تيو. زين The generality of equation 19 إلى equation 22 will not lost by applying them to the behavior of two liquids. يعني نفس الشيء راح يصير إذا عندي مو غاز ونفط. راح يصير عندي مثلا نفط وماء، نفس الشيء راح يصير عندي. زين. Because the density of oil is not negligible. Equation 22 إذا هذه الإكويجن نفس 22 راح أسويها بين الأويل والووتر. R H G raw water ناقص oil. أنا ما أحمل كثافة النفط. ليش؟ لأنها كثافة معتبرة وتأثر لي على surface tension. Raw هي density of oil gram per centimeter تكعيب. Raw oil water interfacial tension between oil and the water line على سنتيمتر. هنشوف المعادلة الأخيرة شو تصير بالنتيجة. وصلنا إلى كابيلاري بريشر. أنا المحاضرة مالت اليوم خلصت. أنت من عنده أسئلة؟ نعم. من عنده سؤال على محاضرة اليوم؟ ما حد. اوكي اذا انا وعدتكم بالمحاضره تستمر فيديو بس يعني حاسس اليوم برمجتها حتى اذا لاحظت معكم مشكله بالنت يعني اكو فيها اعتقد التعريفات باقي عندي نقصات بس تذكروني من ما سجلنا فيديو اخر فيديو الى وين انا مسجل لكم بس تذكروني لهنا للتشبعات افريج تشبعات هذا اكو فيديو عليه يقدر واحد منكم يذكرني اي استاذ اخذنا التشبعات نعطيكم فيديو ولو فيديو مثل ما قبل ابو 10 دقائق الفيديوهات نعطيكم عليه نعتقد كان تسجيل مال المحاضره كامل لا تقول لا زين زين هنا الكريتيكال ساتوريشن اكو عليها فيديو؟ اي استاذ هو الحد الكريتيكال شرح فيديو على اليوتيوب العشر دقائق. الحد الكريتيكال اذا شارح الكريتيكال يعني. اوكي. اذا انا راح ابدي اسجل الكوم من افريج ساتوريشن الى وين؟ الى كابيلاري بريشر. طلاب يا ريت الاسبوع القادم نسوي ما يعرف الامتحان الشفهي أريدكم يعني تتفقون ويا الممثل على حوالي 60 واحد أو أكثر أعتقد الامتحان الشفهي يعني أنا اللي أطرحه عليكم إحنا نخلي القوانين أنا وياكم ونلتزم بها بعدين فخلينا خلي نحكي بالموضوع تردون يعني واحد اسئله ويجاوبني بالشفهي لو تختارون موضوع وتسوون عليه باوربوينت وتعرضوا لي اياه شنو تفضلون؟ انا اطرح عليكم فكره ممكن تحتاج تصويت من الطلاب يعني
يعرضون باوربوينت يعني على موضوع، كل 4 طلاب باوربوينت. الباوربوينت يتكون من حوالي 12 سلايد تغطي الموضوع ويحصل لنا اياه. او شلون هسه على محاضرتنا، واسالكم يعني كل واحد يجيني واسئله من المحاضرات مالتنا، شنو انتم تفضلون؟ استاذ نسوي تصويت بالقناه لان هسه مو كل الطلاب موجودين. نعم نعم اوكي نعم. انا ويا هذا الراي نسوي التصويت بالقناه ونشوف رئيس الملعب كلهم شنو اللي يفضلون. نعم. بس الممثل هو انترنت ما عنده فبلغنا اقول لك. مو مشكله مو مشكله عادي حبيبي عادي. انا هم عندي مشكله بالنت شفتني فاضطريت انه يعني ألقى في شيء بديل. مو مشكله موارد هاي وارد هاي المشكله. زين استاذ عندي كم سؤال على المحاضرات قبل عادي؟ تفضل. لا تفضل. نعم نعم طبعا لي طبعا. بال ريديوسبل اير فلتريشن او ريزيرفوار اير فلتريشن اذا موجود عندك ملف. لا يعني قصدك بهاي المحاضره اللي هسه نشرح بها مو الملف السابق. لا لا هذا ايه الكريتيكال اويل لو غاز لو ووتر يهوى. لا ريديوسبل ريزيرفوار ريزيرفوار. نعم ريزيرفوار. نعم اخير 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 عباره اللي هي the turn اللي هي is usually مربوطه ب non waiting phase when is being displaced by waiting phase. شنو هاي العباره صارت توضيحها ما فهمت. very good. هذه عباره مهمه. ال SOR هنا residual oil saturation قلنا بالمكامن بصوره شائعه النفط يكون non waiting phase. النفط يكون نون ويتنج. النون ويتنج ايش يعني؟ يعني النفط هو المتحرك. نون ويتنج خليني نبدي نشرح النون ويتنج والويتنج بعدين نجي للريزيدوال. عندنا ويتنج قلنا هو المتشلب بجزيئات الصخره. الويتنج المتشلب بجزيئات الصخره ما يتحرك تحريكه الا يحتاج لعمليات كيميائيه. النون ويتنج هو المتحرك الموبايل فيس الموبايل المتحرك. فأني يجي هنا يفسر اللي مختصين بالمكامن يقولون هل كل النون ويتنج فيس كله متحرك؟ قال لا مو كله متحرك. اكو تشبع من النون ويتنج فيس ما يتحرك اسمه ريزيدوال اويل ساتوريشن. هذا ايضا متمسك به القوة الشعيرية والانترفيشال تنشن متمسك فيه والويتابيليتي هم ما تخليه يتحرك. فهنا the saturation value is called residual oil saturation SOR. The term residual saturation is usually associated with non-waiting phase. إذا هو الريزيدوال مين مشتق من النون-waiting phase للنفط. When it's being displaced by a waiting phase. إذا أنا هذا الwaiting phase النون ويتنج فيس شلون احركه؟ انا عندي نفط واريد اطلعه برا المكمن لازم اجيب ماء اخر تتمسك به الصخره من اضخه داخل الصخره تتمسك به يحرك لي النفط. اذا جبت ماء اخر متحرك ما راح يحرك لي هذا الريزيدوال راح يتحرك هو وحده ويطلع. يعني اذا حقنت نفط داخل المكمن النفط نفسه اللي حقنته راح يطلع والريزيدوال يظل ثابت. بس اذا حقنت مي لان راح تتمسك به الصخره يبدا شي يسوي للنفط يزيحها لان يريد هو لان الصخره تريده تتمسك به فيبدا هذا المي هو يترس لي الفراغات او المسامات الشعيريه او القوش او التاثيرات الشعيريه وشي يزيح يزيح الاس او ار. ما اعرف اذا واضح. لا استاذ وضحت اوكي. بعد يا سؤال بعدهم سؤال عندي
تفضل. ايه استاذ بالكريتيكال ووتر ساتوريشن؟ كريتيكال ووتر، نشوف عبرت للأسفل. ايه جوه جوه ال نعم كريتيكال ووتر ساتوريشن هذا. نعم من بوعه الفيديو تقول الكريتيكال ووتر ساتوريشن والكونيت ووتر ساتوريشن والريديوسبل ووتر ساتوريشن، هن كلهم نفس الاسم. إيه والله مو انا اقول، يا ريت اني مكتشف هذا الشيء، يا ريت يا ريت. زين انا من قريت الكونيت، الكونيت ووتر ان غير الماء الموجود بين الغاز والنفط. زين شلون هو نفس الكريتيكال ساتوريشن؟ لا يعني شنو تقصد الموجود بين الماء والنفط؟ العفو غير هو اللي هو يعني هو مو اكون مي غاز نفط ومي، فهو نعم. هذا الكونيت ووتر هذا فهم فهمته انه هو المي اللي موجود بين الغاز والنفط. يعني موجود قصدك على الحد الفاصل، لو موجود بالصخرة اللي تحتوي غاز وبالصخرة اللي تحتوي نفط. غير بالصخرة اللي تحتوي النفط والغاز، بالضبط خطأ. نعم بالضبط صح. هي. الكونيت ووتر هو الموجود بالمكون النفطي، يعني بالجزء مع النفط، او هي. موجود بالجزء مع الغاز. نعم يعني هو هذا نفسه يعتبر الكريتيكال ووتر ستوريشن نفسه. نعم تمام، شكرا. زين بس هاي بس هذا يعني اتاكد معك. اوكي اذا تذكر بعد تفضل. لا هاي خلصت. ماشي اوكي، حلوة اسئلتك. زين زين هسه اريد شوي يعني نسوي مراجعة لهاي المحاضرة. قلنا هاي المحاضرة تضمن روك بروبرتيز، تضمن المسامية، وراح نجي بعدين شوية يعني هاي المحاضرة يمكن يعني هذا الفصل يمكن ما ناخذه متصل، يعني مثل المحاضرة ناخذه كله، ناخذ يعني أجزاء متفرقة أو ناخذه كله، يعني ما أعرف يعني بعدين إيش أقول لكم بالخطة يعني بالفكرة مالتي. هذا الفصل شو ضمن؟ يضمن روك بروبرتيز. هسه حاليا إيش أخذنا؟ أخذنا المسامية، وأخذنا التشبع المائي، وأخذنا الويتابيليتي، واليوم اخذنا السيرفس والانترفيشال تنشن، وصلنا للكابلير بريشر. الكابلير بريشر والويتابيليتي هذن يسمى روك فلويد بروبرتيز، مو روك اند فلويد، ولا روك بروبرتيز ولا فلويد بروبرتيز، روك فلويد. بس انتبه وياي على هذه الكلمه روك fluid properties. مثلا الويتابيليتي تذكرون قلنا وجود مائعين غير قابلين للامتزاج وسطح صلب اللي هو بالمكمن هو الصخره جزيئه الصخره، فهاي الخاصيه بمن متعلقه بالمائع ومتعلقه بالصخره فتسمى rock fluid properties. الكابلر بريشر rock fluid properties. الريلاتيف بيرميبيليتي ريلاتيف روك فلويد بروبرتيز. هذين كلهن منين ينحسبن مختبريا؟ ينحسبن من السبيشال كور اناليسيس، سبيشال كور ان سكال، كتبت لكم اياها كم مره، سكال سبيشال كور اناليسيس. هذه تسمى روك فلويد بروبرتيز، من الخواص المهمه جدا بعمليه تمثيل المكمن، ريزرفوار موديلنج، من الخواص المهمه جدا بعمليه تمثيل المكمن. فهذه تسمى روك فلويد بروبرتيز، في حين المسامية هي روك بروبرتيز، النفاذية هي روك بروبرتيز، التشبع هو روك بروبرتيز، ويتابيليتي كابلر بريشر ريلاتيف بيرميبيليتي، وضمنا بهم ضمنا سيرفيس وانترفيشال تنشن، لأن الأربعة روك فلويد properties rock fluid. بعدها اجينا حكينا على التشبع، وقلنا التشبع عدد تشبع ماء ونفط وغاز، مجموعها تساوي واحد،
وهي قبل البدء بعملية الإنتاج موجودة تكون بحالة اتزان. هذه المواعد الثلاثة، الغاز الأعلى وبالنص الماء والأسفل الووتر. بعدين حكينا على critical saturation والريزيجوال ساتوريشن والموبايل موفبل ساتوريشن او الموبايل ساتوريشن. بعدها اخذنا الافرج ساتوريشن. الافرج ليش نسوي افرج احنا عاده للصخره؟ مثلا انا احسب التشبع، واحد احسب تشبع النفط بالمكمن، كل جزء انا المكمن معقد، مو مكمن يعني مثل ما نتصور احنا بس اسطوانه وداخلها بئر، لا المكمن بالحقيقه معقد، بي فراكشر بي شيل بي الكابروك بي الاختلاط للمعادن بي العناصر المشعه. فهذا كل هذا الهيتروجينيتي اضافه للعمق وتاثير الاوفر بيردن بريشر و تأثيرات الضغط المكمني، تأثيرات المواقع الموجودة داخل المكمن، هذا كله يسوي non uniform distribution of fluid across the reservoir. يعني يكون المواقع تشبعها على امتداد المكمن هي غير يعني غير منتظم، تلقى بجزء أكثر من جزء آخر وبجزء أكثر من جزء آخر. فالويتد average من أجل سو average وخصوصا الويتد average راح احول هذه عدم الانتظام بالمكمن احوله الى قيمه وحده تعكس لي اي من القيم هي دومينيتد للمكمن، اي من القيم هي المؤثره بشكل كبير على المكمن، بالتالي احسب من عندها الاويل ان بليس. هذه الفكره من الافرج. بعدها جينا للويتابوليتي او التبلليه. قلنا التبلليه شلون يعني يتم دراستها، يتم دراستها بياخذ ثلاثه سوائل مختلفه واسقاطها على سطح الصلب، راح نشوف منو منها اللي تتمسك بالسطح الصلب بشكل كبير، منو تتمسك بالسطح الصلب بشكل متوسط، ومنو اصلا ما تتمسك بالسطح الصلب. وعكسنا هذه الافكار او عكسنا هذه هذا المفهوم على الحاله في المكمن النفطي ضمن ما يعرف بالسيرفيس والانترفيشال تنشن. بعدين نجينا على السيرفيس والانترفيشال تنشن، قلنا هو تنشا على طول حد فاصل بين غاز وسائل، و بعدين درسنا وجود اذا خلينا كابيلاري تيوب داخل الماء، ودرسنا تأثير الكومبينيشن اوف ويتابيليتي وسيرفيس تنشن. اثنين هنا راح يأثرن، كومبينيشن اوف سيرفيس تنشن والويتابيليتي، اثنين هنا راح يأثرن هنا على على حركة المائع داخل الصخرة او داخل الكابيلاري تيوب. زين عن الكابيلاري تيوب شلون يشبه الصخرة؟ يعني شلون يشبه الصخرة؟ أنا ما عندي مسامات متصلة، واحدة متصلة بالثانية، هاي المسامات من تتصل واحدة بالثانية شو تشكل لي؟ تشكل لي مسار باث، مسار، مسامات متصلة واحدة بالثانية، تشكل لي مسار لو للأعلى لو أفقي. هذا المسار الأفقي أو للأعلى ممكن أشبهه بالكابلري تيوب، ممكن أشبهه بكابلري تيوب إلى غير تسمية، تسميته يسموها بور ثروت، بور ثروت، لكن أنا هسه أريد أشبهه بالكابلري تيوب. فقلنا يتحرك نتيجة تأثيرات الويتابوليتي و السيرفس تنشن، يتحرك الماء داخل الكابلري تيوب ويصعد إلى مسافة. تذكرون الاتش اللي حكينا عنها قلتوا لي ضغط قبل شوي، هاي هي الاتش. شوفوا مين قايسها، من سطح الماء إلى وين يتوقف السائل، من صار بالانس بالفرس، فرس أبو فرس داون، تساوت. فالاتش مو طول الكابلري تيوب، لا ارتفاع الماء داخل الكابلري تيوب فوق مستوى الماء في الحوض. زين، وهذه زاوية التماس هنا، والسيجما صاير في هذا الاتجاه. شوف هنا شلون مقعر هذا الماء، سطح الماء شلون مقعر. زين، سؤالي لكم
إذا كان عندي بهذا الحوض زئبق، إذا كان عندي بهذا الحوض زئبق مو ماء، إيش راح يصير السلوك؟ الزاوية، الزاوية باي راح يصير من 180 إلى 90. يعني شيء يعني هذا السطح شيء يصير فيه؟ أوكي. يعني يصير مقعر. هسه هو مقعر شيء يصير؟ شو محدد يمكن اسمه؟ يعني يصير تجي. يصير فيه تحدب. بس. بس يصير فيه تحدب. وشنو الشغلة الأخرى؟ ما يرتفع، ينزل، ينزل تحت تحت مستوى السطح مالته، ما يصعد، ينزل. عندكم تبحثون على هذا الموضوع، إذا عندكم أفكار عنه، عافية. وبعدين جينا هنا شفنا التأثيرات مال يعني حولنا المفهوم اللي جمع بين الويتابيليتي والسيرفس تنشن حولناه إلى مفهوم رياضي، وهذا هو يفيدني أنا كمهندس نفق. أنا أظل أشرح وما أحوله ماث ما يفيدني، ما أريده. حولناه إلى ماث، وهذا هو الجزء المهم بالموضوع. حولته ماث، قلنا فورس أب وفورس داون، قوة للأعلى وقوة للأسفل. تساوت هاي القوتين واستخرج من عدها السيجما. سألنا على الرو جي اتش، يعني قلتوا لي ضغط صح؟ قلنا كثافة الهواء اهملت لان قليلة، لكن اذا كان نفط ما تهمل المادة الكثافة. فهنا صار density difference، هنا صار بس density، همنا كثافة الغاز لان قليلة، هنا لا الها تأثير. قلتوا لي هذا ضغط، تمام. احنا بيش ختمنا المحاضرة بكابيلاري بريشر. اذا هذه المعادلة ايضا مرتبطة بموضوعنا الجاي اللي هو كابيلاري بريشر، واضح؟ انا خليت لكم الغياب والحضور بالمودل، اتمنى الطلاب يتسجلون بالمودل. حتى هذه يعني انا شفت انه اذا يعني ممكن طالب، هو المفروض الطالب يحضر على اعتبار يعني لازم يحل مشكلة النت، يعني ما عندك دوام انت، يعني صرفياتك كلش مينيمم، تقدر تشترك بالنت، يعني اكو فد عروض رخيصة تخليها بس للمحاضرة، يعني تشترك على الموبايل، او يعني بعد جزء بعض الطلبة تكون يعني ما متوفر حتى النت عبر الشريحة باماكن سكناهم، وهذا يعني بعض الطلاب حاتشوني به. فاقترحت انه يظل الغياب بالمودل حتى يسرع عندهم وقت يسجلون الحضور والغياب مالتهم خلال فترة المحاضرة الساعتين. اني باقي وياكم للعشرة شباب، اي واحد عنده سؤال اني موجود. هم حليتوا الاسئلة مال الفصل الاول اللي اخذناه؟ هم حليتوها؟ كنا حلوها او اطلعوا عليها؟ حلونا كل مرة سؤال نتناقش به، يعني حلونا نفس سؤال سؤالين نتناقش بهن كل مرة إذا تحبون طبعا. وتشوفون أيضا قلنا نتفق على المحاضر، عفوا الامتحان ما يسمى بالشفهي. هل تحبون إنه أنا أسألكم من محاضراتنا الأولى وهذه، أو تسوون تختارون موضوع على المكامل وتسوون عليه باوربوينت كل مجموعة من 4 طلاب أو أقل، كيفكم يعني 4 أو أقل تقدرون وتعرضون إياه، و يعني أوقات المحاضرة تعرضوا وبحضور الزملاء، وبعدين نفتح باب المناقشة لمدة 5 دقائق ورا ما تقدمون الباوربوينت وتتم الأمور. فهذا أنتظر جوابكم من السيد الممثل مصطفى، أنتظر الجواب عليه الموضوع. وأنا باقي للعشرة مثل ما قلت لكم، أي سؤال أنا موجود.